السلام عليكم الخوت ديالنا والاخوات ديالنا المتتبعين ديالنا والمتتبعات ديالنا، معكم عقارات بلادي. كتصور لكم اليوم تبارك الله واحد القطار وشي 700 متر، قطار و700 متر ملكية حرة على الكودرون. ها الكودرون كيبان لكم هو هذا، شتوه هذا هو الكودرون. هو قول الى على الكودرون عند واحد 10 متر على الكودرون، تبارك الله 10 متر على الكودرون داخله للبياضه. شوفنا طريق رئيس كفها 10 متر، هي هذه هو هذا الارض تيرس الزربيه. الماء هنا موجود، واحد الشرط ديال الماء هنا 70 متر، هنا 80 متر، تبارك الله اللهم بارك. كتشد الماء هنا الكافي. كاين ناس البيار هنا عندهم 50 60، هنا تحفر 60 حتى 70، تبارك الله اللهم بارك. هاد القطار زوين برا، مخير مليح من داك الطراز العالي. هاد القطار هذا ما عندي ما نقول، تبارك الله القطار كيخدم هنا، كيخدم تبارك الله اللهم بارك. خضرة هاد القطار هذا زوين، وهاد البلاصة ديال الماء، وهاد القطار تبارك الله عندي راه الأرض ديالي راه هي بينها وبينه ما بعيدش بزاف. الارض ديالي انا قريب لها، عندي الارض اللي كنفلح انا، اللي كنحرت، اللي كندير نعناع، فارينه، قمح، كنديروا الدران، نديروا الفصان، نديروا المهم. هذا القطار راه زوين مخير ومعتبر، هذا القطار من داك الطراز العالي، هذا زوين. والفيلاج ديال ولاد سعيد 2 كيلومتر، باش بعيد من الفيلاج، الفيلاج هنا 2 كيلومتر، القودرون ديالو هو هذا 16 20 كيلومتر، باش بعيد من الصباط. جمعة ولاد سعيد بعيد من نتا هي بشي 18 كيلومتر. غادي تشوف هنا الدار البيضاء مع الطريق، دوز على الجمعة وطلع. ثلاث الغليميين، بوم عايزة، ولاد صالح في كوتوريا، بو جكورة، تا هي دي غادي لذيذة. ها الطاكسيات ها مرديزي، ها شفتو، ما هادو طريق كبير، الجمعة فيها الجمعة. الصطاد قريبة لوطوروت، عندك لوطوروت 20 كيلومتر، كتخرج من لوطوروت الخرجة الأولى، البياج الأول اللي شمال الصطاد، كتخرج كتلقى واحد الروبة دار المهندس دايرة، مالين طاين هنا، كتجي كتشوف لافليش، كتبعها كتجي ديريكت لهنا، لولاد سعيد، ولاد سعيد تخرج 2 كيلومتر تجي، تبارك الله اللهم بارك. هاد القطار زوين مخير تيرس. وعادة كاين حداه ثاني أراضي أخرى باغي يتباعو، كاين أراضي أخرى تاهما باغي يتباعو، كاين حداه فتح خدامة، فتح خدامة تاهما باغيين يتباعو، تبارك الله اللهم بارك. هاد القطار مخير من داك الطراز العالي ملاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.